بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيب بقول لحدن ياسي ديداد كميدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. ترجمة سالقة يدقا وحباب يا هي صلاة الليل، صلاة الليل كهبينك الصلاة اللي تكن لها يا سنة هاي، وعدد ركعات النبي في الليل يو صلاة هي ونبي تكن شري هبينك يا سنة ها انت ترى هاي. وأن الوتر ركعة، وتر كنا إنه هل ركعة أو هي ركعة قدام بيس هذا ركعة بنا تكن يساء، أما هذا كو جاب سنبا يكلي جد ومتحنا تكن يس. وأن الركعة الواحدة المنفردة صلاة صحيحة، ركعة كلي جد إن يتهي صلاة صحيحة وفيو أن دبل هين بدو داد ديتيب وربعين وإمام كترجمة وكو باب إيوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسولك إلهي، كان يصلي بالليل هبينك، أي في الليل، كان يصلي بالليل في الليل هبينك وحوتكنجر 11 ركعة كوي يتمر ركعة دوت، يوتر وحوتر كدق جر منها من 11 ركعة بواحدة هل ركعة بو وتر كدق جري انت كلنا صلاة بطنا بطنا الله بالله باي اهاي انت ودن بيسان هل ركعة بو كدق جري او وتر اهان او حساب جري هو يتري. فإذا فرغ مرق لما يمنها من الصلوات او كوي طبنك اما منها من الركعة الوترية ركعة وتر كده ودن بيسي الضجع وحوسة حنجر ام وشي بسنجر النبي على شقه الايمن لنكي سمدك حتى يأتيه المؤذن إلى المؤذن كأسو دقو إيما دو نبي الله صلاة دوا إلا قال يا لسوغا هيا فيصلي ركعتين مركو المؤذن كأسو دقو أيو نبي قلتو كنجر ركعتين لو ركعة خفيفتين فضوط وركعتي الفجر ركعتي الفجر. طيب إذن ظاهر كالرواية وحكم بوضة إن بعد الوتر، بعد الوتر وتر كمركو نبي قلتو كذو إنه دين عام بديكتا يردق جري كدبنا انت لا اقيمنا ولا ايمان جري ركعتين خفيفتين او ركعتين الفجر اما ركعتين مدح بنان وبعد الوتر دعاء وخلاف باكو جري وين قاري دونا. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب بن عبد الله اخبرنا عمرو طريق هذا ان صومر رفع طريق مالك عن شهاب عن عروه عن عائشه هنا انا مركب ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن شهاب عن عروة بن الزبير مرك عمرو بن الحارث بأبو متابعين إياه مالك كلاهما عمرو شهاب الزهري لبدأ طريقه أكل باللابي وطرق أحب بدن حديث كعائشة رضي الله تعالى عنها مسلم مرك قاب قاس وقصع ذا وإنه مقدمة قصع الشيقي حديث هو البوح عن هرمرنا إياه طرق أحب بدن أو صحيح سن كدب نوح عن كحي جندونا يقوليها صدوقين تأحاديث توذة كدب درجة الله بعد صدح وحان كدق الدونا قوليها مركة مستور الحال كأما الضعفة لكن حديث كوذو لما خاتق الشدو أما لو هي الشدو. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي نبي حاسك سائد قال وحيت له يدي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلا وحا يصلي كيت كذا فيما بين أن يفرغ انت أرد حيث مركو ضمي وكفارغ من صلاة العشاء صلاة العشاء وهي صلاة عشونا التي موامدة يدعو الناس ضدك أي كم مقعابان ولو كم مقعدبه العتمة عشاء قيد مالك أما فيتك صلاة تقنان وهي إلى الفجر إلى الصبح لقى قاري عشاء مركو النبي قلت كده إلى فجرك وحيو النبي قلت كنجري 11 ركعة كوي يطمن ركعة دوت كوي يطمن ركعة دوت هذا مركو حيسر عزي ركعتين كي كدن بيي صلاة عشاء ويقذقلن سيدا كم وقته وشيدان مركو النبي قل عشاء رمي إطلاق هذين وقال أنه حسوه سجلية لبدر رك عضو الراتب هذا إذا راعي جري عشاء هذه اللي إذا هذا الراتب هذا يعيش وإس حساب سيهين وكجونه وسيد الله بدن يهاي يسلم النبي وسلام النقص جري بين كل ركعتين لبدر رك عضو بين تورح حيسو وسلام النقص جري لبدر رك عضو بتكنيا وسلام النقص نيا لبكر بالله وسلام النقص نيا ساسو كودهاي
toban ragcad ilaahay ka tukanay toban markuu dhameeyo uu ragcad mutaxan oo keligeedana gooni oola iman jiro oo wajira way uu tiru wuxuu ku watirin jiray oo ku gunaanadi jiray biwaaxidna hal ragcad faidaa sakata almuadinu markuu muadinku uu dhameeyo uu ka aamuso min salaati alfajr ay min aadaani salaati alfajri oo aadaanka salaada fajr muadinku uu ka aamuso subaxna uu dhameeyo uu ka faaruqo wa tabayyana lahu alfajru fajrka nabigu uu cadaado oogto cadaato wawajaahu almuadinu muadinkuna uu yimaado nabi allow haddii salaadii waa gashay adaanku sugaynaa la yidhaahdo qaama wa istaajara subanu farakaca ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud buu nabigu tukan jiray waynu soo marray wuxuu ku akhriyi jiray nabigu faataxay iyo suurado iyo aayadaba waynu soo marray uma dajaca markaasuu u jiibsan jiray calaa shiqi alayman dhankiisa midig buu u seexan jiray xataa yaatiyahu almuadinu liliqaama xataa yaatiyahu almuadinu liliqaama adaanka labaad markuu dhaco iyo inta aqiimadu u dhaxaysa ayuu nabigu tukan jiray ragcatayn khafiifatayn labada ragcadeed ee fajarka markuu tukada kadibna dhinacuu dhulka dhigi jiray baa hadda riwaayada ku jirta camn xaarid camni shaab can curwa riwaayadi maalik ee soo marteen camni shaab azuhri can curwa can caishana waxaa ku jiray witirka dabadii ragcadda witirka keligeeda ayuu nabigu dhinaca dhulka dhigi jiray kadib buu ragcateynka fajarka tukan jiray waa u jeedaan marka khilaafka keliya u dhexay waa maxay dhinac dhulugi nabigu dhinacu dhulka dhigi jiray ma ragcateynka fajarka dabadii bay ahayd mise qabla ragcatay alfajri labada ragcadood ee fajarka nabigu intuu tukanin witirkana uu dhammeeyey miyuu gelin jiray labadaas riwaayo ayaa la isku hayaa riwaayadan dambaana xoog badan axaadiistu waxay tilmaamayaan riwaayada camn xaaris camn shaab azuhri riwaayada tilmaamaysa maalik iyo maalik inuu ku khaldan wadaadaba tilmaamayba wadaaduu halkaaba maray marka ruwaada badankood xadiidka ka qaata curwa ka qaata ama hooyadeen caaisha ka qaatay waxay u badan yihiin bacda ragcatay alfajri ayuu nabigu dhinaca dhulka dhigi jiray idan nabigaa lagaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam inay sunno tahayna waa sida raajixa ah qolyana waxay yidhaahdeen maye nabigu daalkii dheeraa iyo waqtigii dheeraa ilaa saacadu nabigu soo tukanayo taagnaa toban juz labaatan juz dhowr iyo toban juz buu nabigu akhrinayay marka nasiinya ahaan ayuu nabigu u seexanayay tasannun iyo sunna ka dhigasha ma ahayn qolyaa odhanay laakiin falka cibaada dhexdhaca ama dabadhaca ee nabigu u joogteeyo waxaa asala in lagu xambaaro inuu sunnaya cibaado yahay lagu xambaaro وحدثني وحاكوا يتبع حديث حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد الأيل عن شهاب الزهري بهذا الإسناد سنة كتومرت من شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وساق حرملة الحديث حرملة حديث كحيي بمثله أي بمثل ابن وهب يهوران كقادنا يي أصغي أمبسوع لي ابن وهب هوران باسا حرملة كقادنا يي وحاوي بمثله بمثل حديث عمن حارث بوجهدا ما هي لهران حرملة عن عمن حارث عبد الله بن وهب عن عمن حارث عمن شاب وها هنا نواب محي ويونس يونس با سو كردي وا سو ابن شاب حديث كقادنا يوم مركا متابعيي عمن حارث يا مالك بمتابعين وساق حرملة وحوك حي الحديث حديث بوك حي بمثله اي بمثل حديث عمن حارث او بمثل حديث مالك غيرها سيشاء أنه لم يذكر مؤسا شيئين وذاتك يونس ذاكرك ويونس له الفجر وتبين له الفجر مؤسا لهن وجاءه المؤذن انت أنا مؤسا قدرين ولم يذكر الإقامة إقامة مؤسا شيئين حتى يأتيه المؤذن للإقامة انت مؤسا قدرين وسائر الحديث حديثك انت سكالي وحديث يونس يونس من يزيد الأيلي عم نشاب زوري بوجدة وبمثل حديث عمرو ابن الحارث سواء بسواء حر وكرين وكوش يونس وحك قبل دلان ياي وذا دهك كلا الله في ذوقه لك حديثك واسل حديثك لبدي طريق وحك بدنا حديثك عائشة مركو هور مريي أو أه طريق مالك عن عمر وطريق طريق مالك عن عمن شاب الزهري عفوا هي طريق عمن حارث عن شاب الزهري
عن عروة لبضع الطريق منك هرمري ومدارك أويهي على ابن شاب الزهري يوحو الربائين وكد روح حديث لبات طريق صدحاضه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحونا الإمامك وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني وحدثنا بن نمير محمد حدثنا أبي عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة وننثقه الجبل أو إمام لكن حفاد ووين النقاد وحيكل تعليين أحاديث الرعر قوريا هشام إيو أحاديث الريح جازيا مكيا مذنائيا رمذنائي كوريا وودادك وأسل ودادك شيخ وأسل الشيخي محا أرضى الرعر مركا وريا حديث أن لوج علي مركا أرضى الرمذن كورشان مدح الله صاراني وداد داء الله من انش علي سبب ما يده وعوهي هشام بن عروة قنوان مدنية والريح جازة مركو مديني حجاز جوغو نين بلد كيسو جوغو دقنبو أحاديث مكا لغا يرسان أرضو أي كقاضان أيان كتاب كي وكوحكو قرتي الدواوين تيسي مركو علمي قدلبها يؤصوش وكو قرتي بو كي يرنجري هو حسكو دري جري حفظ كيسي مسكحي سونو حسكا ديو كتاب كيسي انو كالميستو واقي الدنبو الصعدالو صفر قلي عراق يا بصري كفر دول كاسو آذي يا بغداد دول كاسو آذي مركو دول كا عراق آذي أرضي الله كورانت عراق وحكاك قاطعي وحكاك قاطع عن حفظ وإملاء كتبت سموسا ودني دوشو كيري أحاديث مركو شيخ دوشو كيري أسوغو صفرة يا سو نيو غوري سي جوغو كتبتي سايستو هادو خدمه كتاب سي مراجعين يا كيف وانا اكسن ان فانتين بنو ملاي سومالي وي يقانا وحي دن جيدي يا نغادي هي كلا عا دغش رود وكلا دوين سفر كحود اوو تلغلي نغادي انا يوم كات جوقت كحود اوو تلغلي طيب حديث هشام مركه واكره وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا بن نمير محمد حدثنا أبي عبد الله حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير مركه هشام هذا وحم طابعين ابن شهاب الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلا يحوى يصلي كيتو كذا من الليل هبين كحق 13 ركعة صدح يطبان ركعة دوت يوتر من ذلك صلاةها صدح يطبانك وحووتر كدق جري بخمس شن بكووتر جري شن تقدم بيسو وتر وحساب جري شن تقدم بيس محا إسراعي مركة سديد با إسراعي شن سديد قدر إمزوي صدح يطبان لا يجلس موسى فريسان جري في شيء أو من الركعات إلا في آخرها تقدم بيسن مويهن شن تارك عوض وإسراعها يوي شن حديدة أو تقدم بيس أيلاد هاي التحيات هي سديد حديدة أو تقدم بيس أيلاد التحيات نبي قوات تكنشري سديد كلا جون الله بالله أنا وتكنشري سديد الله بالله يا شن حديدة لا يجلس في شيء ومن الخمس وي إلا في آخرها ركعة تقدم بيس بموي إذن وضرت الحديد كي هشام بن عروة عن نبي عن عائشة وحولي يميد معنى إيا اللفظ أوسن شيغن هي ابن شهاب عن عروة أوسن شيغن مالك عم نشاب أوسن شيغن عمرو بن حارثة المسني عم نشاب أوسن شيغن صدرت جماعة من النقاد ونلبو هذا كحصوصتون ابن عبد البر يو أبو بكر الأثرم تلميذي أحمد بن حنبل حديث كان ويدور الجرين وحين كدرين إلا أن لقي إليهن وحيدا هذين أسقال لا تفرض هشام بن عروة كل جيبه وركع الشيء مشين كل جيبه مركع ركبة ضمبا كراعي وبالتالي وحيدا حديث كان هشام وحاكور إن هي أهل العراق ورنتو أهل العراق ما مشوا في الإمارة عبد الله بن نمير الهمداني وعراقي يا كلي يا كلي هيسين عبد الله مر وعراقي طريقا دمي من دون وذاك دونتان ان اسرعنا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي حا وحدثناه ابو كريب حدثنا وكيع وابو اسامه كلهم عن هشام بهذا الاسناد هذا مركه
عبد بن سليمان أسنوى عراقي، وكعي أبو أسامة حمد بن أسامة وعراقيا، عبد الله بن مري الهمدان وعراقي، شنتا وذات با مسافرتا وذات وعراقيين. إذا مركا والرواية أهل العراقي عن هشام بن عروة ولقح حق بدن يوحى كحق بدن رواية المدنيين عن هشام وإنه صوم مري. وحيلي صادرت البخاري طريق لبدا طريقه رولو وذاقا مسلم ولو وذاقا طريق مالك بوناسو كوري حديث كم موسى شيقين الوتر بخمس موسى شيقين إنه النبي في السنجر شنطة رقعات قدام بيسوحا كأين موسى شيقين ابن عبد البر يمكى أثر من روايكي كهل لكن سببك حوي والغم متابعي محمد إسحاق هو مدنية أي هشام بن عروة حديث كقات الصدى وكوري عراقيين تكوريين بون كوريا وحاكلوا جرى ليث بن سعد بحديث هشام كقات أصغونا ومصر عراقي ما هو أن حافظه وبالتالي حديث هشام كقات مدنه كقات يحيى بن سعيد القطان وعراقي لكنه روى الحديث عن هشام في المدينة مدينة سوق جوك قورية ليث بن سعد ومصر وعراقي هين يحيى بن سعيد القطان وننك حافظك جبل كاو صونا مدينة كقات حديثك محمد إسحاق ومدنية وحاكلوا كل راعي انت أمرك ورق هشام حديث كقاتو ولكن نقد جاي من عبد البر أثر أمرك ما تبر بدنه وحايسوا الراعة أسق هشام ولا متابعين مدنيين كلام متابعي وفي الرواية عن أبي عروة كم متابعي نبي يقول إنه صدح يتمرع وتكن شري شنطة قدام بيسنا وتر كدي شري رقعد قدام بيسكرين أتعيد وقلين شري وحاكم مدنين ليدا محمد جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير أيا كمذا وحاكلوا كمذا نين ليدا مصعب ابن الزبير عن عروة ابن الزبير رقاس نوي متابعي ملك حديثك علم ملها حديثك علم ملها هذا مركو حاصوها داي وهلك وحام قتي هشام بن عروة حديثك إنه حفظي عراقيين وكوريين مصريين وكوريين مدنيين وكوريين قل يا ري عراق مدينة كقاطنة وكوريين وأنا لم متابعي وأصوغ وحام متابعي محمد جعفر بن الزبير يا مصعب بن الزبير عن عروة فلم يبق إلا الترجيح رواية مالك إيوه رواية هشام بهذا لا ترتنسينا وحكى الله عليه مجره حق حفظ هدي اللي هذا مالك بحفظ بضان لكن عدد بمشى تشوغه رق جماعة إسراعي هشام إيوه محمد جعفر بن الزبير إيوه مصعب ابن الزبير إذا وجماعة يف فرد حافظة ترجيح حاسم مركو حكينا يا إن ليلة هذا مر هدي هشام هوش اللي قم متابعي جماعة ذا كحوق بدن هي رأي مالك وبالتالي مالك وحليم زياد وحليم زيادة عن لغو راعنو الادجاع قبل ركعة الفجر بوليم مركز داس هو يحدث كوعي الله أمبالها مسلمنا ما دام هوش أوقي هاي دبساس أوقي وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن حبيب المصري أبو رجاء عن عراق بن مالك الغفاري عن عروة بن الزبير طرق لو مركا أن مرين هشامي ولا ابن هشام من أمرين أي مركا دو قدبي عن عراق بن مالك الغفاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت وحيوشت وذات عراق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نبي قلت تكنجري 13 ركعة صدح يتبان ركعة ضوط بركعتي الفجر مع ركعتي الفجر اللي قدره صدح يتبان ركعة ضوط ويكو حسابا تاي ركعتين كي فجر كو يتبان صلاة الليلة يا ركعتين فجرة حيث لن نقضي صدح يتبان وحكو النبي كالسوغان وإن إمان دونتا إن شاء الله تعالى إن صدح يتبان أي سن كجري ركعتين كي فجر قدتو كنجري كو يتبان ركعة ضوط صلاة الليلة وركعة ضوط بيساي وتر تاي يلا برك عوض مدح بنان بعد الوتر وتكنجري وحافظ حجر رسالة جنوا وقرنتي لسكو خلاف هوش أيضا أيضا ويجرتها هذا أنا وزيد تكنجري ركعتين كي فجرك صدح يا طمان ركعتين كي فجر كود رامركا شان يا طمان بإسلام نقرية وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عبد الرحمن ابن عوف أنه سأل عائشة ويدا عائشو ويدي وذاتك أبو سلمة
وحونا يجري كيف كان صلاة رسول الله في رمضان صلاة الليل كان نبي محمد أنت بشر رمضان سيء أي قالت هو يدن وحيت التراء هان إيا طياء هان إيا قاب هان قالت وحيت جري ما كان رسول الله رسول كله موسى أهين يزيد كي كردية في رمضان بشر رمضان قده هذا ولا في غير بالرمضان بلا أنك أهين على 11 ركعة كيو تمرع موسى ككردين جري رمضان إيو بلا رمضان أهين با نبي موسى ككردين جرين كيو تمرع عادوت إذن ترى ذلك وشكت هذا أمرك أمر ركعتين بعد الوتر هل وحسابه أمر ركعتين كيف جك هذا الراعي صلاة إسراء عليه نبي حلق وفيوبا أم أدع ذا يرى أم وصل عصلا وإسراء عنجري كوي طبعا كاسي أهدوي وقد دم النبي وقال وين وقال دونا سقال يتضبب واتكنجري سقال يتضبب حق مياه تيضا يقاب كنبي تكنجري وحيتر يصلي أربعا أفرق عضوض بنبي تكن جري فلا تسأل هويدين عن حسنهن قروح ضوضية وناقض يوطولهن درر كود أفرق عضوض قروح حسن وقراءة للديري ولمي ذامي ولترتيبي ونبي تكن جري فلا هويدين وي ونكم محوق بدناواتي هويدين بهولنك الزمالي وحوجي ذا هكشكين ويجيت كانوا لك مرودي دقاقيب هوي فلا تسأل هويدين عن حسنهن قروح ضوضاء وطولهن ركوضها اسويدين أفر بوي نغوت ثم يصلي أربعا أفر بوضانة تكنجري فلا تسأل عن حسنهن وطولهن سديت بين نغوتين ثم يصلي ثلاثا صدح إسراء عذيبه تكنجري نبي صلى الله عليه وسلم إذن كوي طبعا كثاسة كل ماني أفر إيا أفر إيا صدح فقال عائشة وحيد جري فقلت يا رسول الله رسول كلاهي حانكوني مركة قارك أتنام قبل أن توتر مركا قارقود بنا بيجون توسرع يسديد يسديد يا لقيا بينو سكسعد لأنه حلاقي بينو تصوك عدو كود بقى سكسفر يسوت عفوا أفر أفر مكاد سرع يسديد سو ماها وتركون لقارب بنا بمرس كسيحان ترى ودي ترى سود وادو واجوها سود وادو اللي وتركوا حاو خير بدن بقى سرعة السود وداينا تكتو أفر تي ملهاس أفر تي بركة أفر تي ملها مركاس النبي الله ما ظن صلاة الليل كأن وتر راعين بات سيحانيس التنام قبل أن توتر نبي الله ميات سعين تضم وترنين فقالوا حري عائشة عائشة إن عيني تنامان إن رهي قاسي حدي ولا ينام قلبي ونهي قلبي يقول ما سيحده وحيوان حواس تشنت ألا قدر يمو نبي حق فرداد كل مدعها قرح صوب حضي يورد الله تكتا ياسوغون دري من روح ورتاقن هدو تشيفو أو شاسدك كل مدعها لكن كنترول كتيرك روح مركو تشيفو اس كنترول تشكيس كنترول لاادو دوكو كغدوانا تو نبي قال لي وا ميدو وين كو سو مري حديد كابي قتاد توكو كسابسنا اي مركه انتي سفرين وادي اي سيخدن اي صلاهو ضافتي او انتي كغورن كدلدشين نبي قدنا صلاه سو قدي مركه ولا انا مقلمي قلبي وحق حفظك يا كنترول كجيركا وي ماشي احاديث بضعف كجره اما بركه حسن والنبي عليه الصلاه والسلام هدي انه سيخدان محافر ما استطلق الوكاء كنترول كشرك واردوم اياه ضد صيحته وحوي نيف با اسكا ايمان ايسا قعن با اسكا وريقي اسكا ما ورقبتي وبفضل الله اله فضل اسو حكم لك وحيبها ووين قوري قردبها هي قوشة هلين هي اله وكتوسين هي ودوران كادن واجوغا كادن هدوك وقبطو واتكعي هذي عند مصر وبهاتو الصحراء وبهاتو واتكعي لكن وحيابهم هودي إير فريش كخربها يدب ملايقه ونسفنانو ملاي نفط وروه ما هيسد مركي يرحيوك بنداتا لقيا بنا الدريانت والله والله فامان ملايني ومن فضل الله مروا البوي نافكو قواتها هردوها دي كاتو سيسو هذي السحن بميسي هذي هردلان باردعي لكن أرابتهم ووين وحال وحال غيا بأين هذا أكيمبا وهذا المركز في حال اسمه سوشا قصود وترك أتوك تأمر ركعتين تكتو هذا سوكا شيء إن هذا كيمبا لغيا با بلا يرو إسكي بدأ دقيدا كهلا هي وضيق سوكا أنا هالمر بالغيا بنوكعه أنت محبوك يلي ميس لكن نفتنا أيه إسكي صعوتة هدي هرد التوسين لو قدر هرد مجرد مركز وهذا من رحمة الله وفضله على الناس مركز تاسوي نبي عمر كتدخل حكاية دواني هاي كنترول كي إسكا ورقة بيدا
تانح قلبي كتما دا ولا ينام قلبي. طيب حديث قيبت وراء كصاب النبي أفر بوتكن شر الجمهور العلم وحي قبان أفر تو إسراء عنجر صبره أفر حريدة وسيد الظهر كوكلا أم عصر كوكلا وتكن شر أن أتياد حال هاي أن لهين أتياد هاي صدح رجع أو حريدة تكون بلا أتياد توضم بيسا أفر بلا أتياد تنزل كعب حيسا هذا أنا أفر حريدة وهل أتياد له وظهر لقى صاري أتياد كي كوبات أمر دحى سلاسة جمهور تبدين وأدنى وحيليه هو يد المركب كلها أفر نبي قلت كنجرة فلا تسعى عن حسن وطول وعوي سيد سليق جهين يدرك قراءة يركوع يدرك يسجود أي كوضاعي لبا لبا قلت كنجرة لبا رجع ضوضو ولا صعوت لبا ولا صعوت لكن حقا قران يترد يسكده يدرك بيوجد لبا تأويل بواجرا تأويل قران إلى في عن قليها سيدا إلوه حيد ليشن دونان حيدك ابن عمر قاري دونان صلاة الليل مثنى مثنى حديث الله ميدا كل دقيه نمنا حليا ظاهر الحديث واكنا صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عامه وحايمت كيفية خاص ومركة قاكم نبي قسمين جري والعام لا يعارض عفو والخاص لا يعارض بالعام إذن لبا لبا أبضنا نبي قلت كذا لكن مركة قاركم إنه إسرائيلنا وادي عجرت أفر سكوب بحيو معناها صح وحبل سكوب أول أحاديثه وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى البصري حدثنا ابن أبي عدي محمد إبراهيم حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى يعني ابن أبي كثير الطائي البصري عن أبي سلمة عبد الرحمن قال سألت عائشة ويدي رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذو حي الجري صلاة النبي محمد الدوني سيصنى ظاهي كان يصلي 13 ركعة صدح يتمرع عضب النبي قلت كنجري قال قلت كنجري يصلي 8 ركعات سديد ركعة عضب تكني ثم يوتر ووترين جري سديد ركعة قال قلت كنجري وانك صمر أفر يا أفر وتر كان محوها صدح قوني مركو وتر كرمي ثم يصلي ركعتين لو رك عود بتوغن جيره وهو جالس اسوقه فديون كيمبا فاذا اراد مركو النبي قدون ان يركعين والركوع قام فركع واستاق جرو استاق بكسر ركوع جري ثم يصلي ركعتين ركعتين بتوغن جيره بين النداء اذان كلابات انتو دخيسيو والاقامه الصلاه اقيم اقامه انت كدخله ومن صلاه الصبح صلاه واقيمتها صلاه انت لا اقيمين اذان كلابات نو دعينا ركعتين كفجر كوتوغن جيره وأن أُجِدَان هدانا وإذا حدا إنه شكت مركا قاط النبي إنه وترك الدبدي وقلن شري ها رقعتين رقعتين وحدثنا زيد بن حرب حدثنا حسين محمد التميمي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى وذات كذا ثمرسين يحيى بن كثير الطائي هشام بن مطابعين يا شيبان شيبان بهشام مطابعين هشام كهور وهشام بن عبد الله الدستوائي قال وحول وذاتك يحيى سمعت ابا سلام حوس علي يحيى وحوي مركور عن بوسويلي عن بي اهي هنا سمعت بكله التصريح بالسماع باكو عاد حوى حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاويه يعني ابن السلام عن يحيى بن كثير الطائي معاويه مركا شيبان وحيم مطابعين هشام كاتصمرته عن يحيى بن كثير الطائي قال وحول يحيى اخبرني ابو سلمة انه سال عائشه اذن التصريح بالاخبار عائشه ويديو يشيغي ابو سلمة عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وحول شيغي معاويه وحول شيغي اما يا شيغي سو معاويه منك حد شيغي دمس وشيبان كوران دانا فذكر معاويه وحول شيغي امس اما شيبان بمثل حديث هشام هذيك هشام يتصمرتين كلاهم كلهم عن يحيى غير هذا الشيء ان في حديثهما حديث الشيبان يا معاويه وحاكوجره 9 ركعات قائما يوتر منهن سديد ركعات بنبي عفوا 9 ركعات بنبي استاك توكن جري 9 ركعات 9 ركعات قائما استاك توكن جري يوتر وكوترنها منهن من التسع اذا ما كان وحي نقونيسا سديد ولا صعوتيه رقعت كليه
marka طريقه هورو اي هور مريه هشام ايا كحو بدن شيبان ايو ايو معاويه حديد كودبا هزااتي سدا راجحه لسكوم عليه وها وهي مرك قاركود بو ييلي جيري وما حكينيا انه بدليا خيلغات كعيسوي كخرانتا مرك قاركود وحد سو برادوغ اما افكعي صلاه الصبح سودو مرك ايدو قران كانو يران تيردي صلاهانا ما يرانيس هبينا وحد كعي لبدبا مرك ايدو صلاهدن وي كو بدن قران كانو بدنيا مرك قاركود اقيمي دو كدمنت 15 دقائق ان اد كعدبا الا بني ادم با ليهي حنون با اسك ايمان بشر اذا مرك ايو نبي ركعتها غابن جيري قران كانا غابن جيري اسم ديديان انت سو كيفيه با وي تمدوي وحدثنا عمرو الناقد عن محمد الناقد قال احدنا سمعنا عينته عن عبد الله بن ابي اللبيد المدني سمع ابا سلمة ايوم مغلا سوغنا قال وحوري اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت عنها اي امه اي امه هوي هوي اخبريني اي شيك ايغا ورن ايغا شكي بود عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه النبي محمد ايغا شكي يا سنده اهيد فقالت هوي دن وحي جيري كان الصلاه في شهر رمضان صلاه سنه النبي او توغ بشهر رمضان غدهيدا اي وغير بلان رمضان اهين با 13 ركعه بالليل اي في الليل 13 ركعه وهبينك غديسه دعيس منها 13 كان وحا كم اهان جيري انت بدن وي ركعه الفجر لو ركعه الفجر كا 13 صلاه الليل ومع الوتر كيديا هي لو ركعتي الفجر 13 كاس اسكو نكون جيري مره قال كود وني غاد سوم برين النبي وحو راعن جيري بعد الوتر وحو توكن جيري ركعتين ركعتين كا كدبنا وحو توكن جيري ركعتي الفجر مك صلاه اي لو اقيمي كور اذا مكا 13 13 iyo 13 9 ban marayna intaas ina maray maxay noo dhiman todobo xilligada lahana gaarsi wa hadathana ibn umar muhammad hadathana abi abi abdullah hadathana hanzalah ibn abi sufyan an alqasim muhammad ibn bakr siddiq qala wuxuu sami'tu aisha wa yadidha taqula yadhuli hoydan walaan maqlay isagu yadidhi taqula yadhuli kana salatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salatu nabiy muhammad wa hayy ahid من الليل اي في الليل 10 ركعات 10 ركعات ويوتر وحكو وترنجي 10 كاس كوبناند جيري بسجده اي بركعه هل ركعه ويركع وكل تكن جيري ركعتي الفجر فتلك صلاهها اسكو سو دراي مجموعود وحي ترويين و 13 ركعه صدح 10 ركعات كيو 10 10 ودا سوتها هل ركعه وتره كيو 10 laba ragcadood oo ragcada al-fajr 13 waa sida u badnayd sida nabigu u badnaa iska gaabso tayib asaati jumhur al-ilm hayqaban salatu al-layl ku tiragu an malaha salatu al-layl tiragu an malaha tirmidina jami'isa ijma'u ahli al-ilm min as-sahabati wat-tabi'in soo guuriyay ibn abd al-bar ba asuguna ku raacay wada dad badan ba sida oranay salaad da taraawih da waynu gaari doona taraawih iyo salaatul layl minna laga ma badin karo 11 waxa weeyaan waa ra'yi aan tabar badnay ma tabar badno laakiin nabi maxamed falkiisi dhaqankiisi ninka rabo inuu ku habsado 11 kaas ku gaabsan haya ayadoo sidan kala banaan tahay dhaqanku nabigu sameeyay waa ka khair badan mid ka kale kala duwan tahay waxana waxa weeyo ma banaanta inaan ka badiyo haway banaanta maxaa laakiin fadhi badan sidii nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas ay kala tahay illa wa khayrul hadiy muhammad isku ogeyn hadiy muhammad fi jami'il umur wa fi jami'il umur tayib wa hadathana ahmad bin yunus hadathana zuhair zuhair muawiya wa nikas hadathana abu ishaq أبو إسحاق السبيعي حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة الجعفي ما هنك زويل بن حرب هو زويل معاوية نك وأبو خيثمة النسائي نك أنه أبو خيثمة الجعفي أخبرنا أبو خيثمة أن أبو إسحاق السبيعي قال سألت الأسود بن يزيد بن قيس النخعبا ويدي عما حدثته وحي أشيكتي بان ورصدي عائشة أشيكتي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسون يزيد بن وريستي بويري حديث كي قصدي هو يدن عائشة وشيكتيو كصاب صنا صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال هو يدن وحيتني مركب كان ينام أول الليل نبي محمد يدون إزها هبينك انتي صهر واسي حنجري كان ينام أول الليل هبينك هرانتي سواسي حنجري ويحيي آخرة انت الدمبر والنولين جري وحوال بو عبادة ربك كم مرده إنه ميت هاي أوصل نولين بشر عدو اعتبارسا شيء والبا وقتها هبينك صعدها قوبها ماشي أن خير إله اللغو حسين اللغو عابد ومال دمت أون نولين صادرت يدبي وداده النهور مالها رانتظى إيا صارك إيا لغطم إيا بردود دنك مالك اللغة الدريرو محيكو سمين جرين وياسيم جرين ماشي بقران ساري جرين وياسيم جرين سيلوصن نولي هول في عن لكن مركو روم مالك اللغة في جي كوروك الدل هي بردود دم هي وذا دوم مالك اللغة في جسا انت طبقت أفوف إيسا داي انت هذا كاغه ورسته دمبل كان ينام اول الليل هبينك هورانت سالا سيخدا سدا سا عافيمات كو جرا هذا مره عشاء تكتب او وخي اد اف كو دفن كرتا اف كو دفتا اد كسيحاتو موبايل انو كتوسي او باهنيد الم ان اد بخشتو او باهنيد ان اد ولاده لا بلنت اي توسي او باهنيد ادا توسهايا ادو فهميستي او نستي او شكو نستي با توسيسا هبين هدي لا سو جيدي نس دم بها لا سو جيدو نس كوري سو جيدي سن اسك دايا عذر با لا قادا انت لا غارين با لو دواشي عباد عذر با لا قادا وانا مكروه هدي خير بلا غوم سو جيدي انت بدن شيكيه وحان لو باهنين يا بلايا بري هذا لا فيريو سيدارا وددكين دها تيرتي با ايا جيرت نس كوري الله سيحدو نس قدم وخي لا قبسان لا قبسو ويحيي آخره وانت الضمان نبي ونور انجل ثم إنه ثم إن كانت له حاجة نبي مركها ضدن كي يشو مركها بينك ونسكر السيحان يا أما ونسكر ضمان نولين إلى أهل حاسك إذا قضى حاجته دنت سجودن شري أضم عاشر الزوجين نبي أبا ضوى قبسا شري ثم ينام واسعا شري ونسكر هوري وعلقها الله فإذا كان عند النداء الأول آذان كهوري صلاة عمك الله تشوكه وثب وبود جير النبي قال عائشه وحيت لي وثب وبود جير ضف بود جير النبي سي دغدغ توس جير وي اجيت ما هاوش سر بتال لي بوديسا وحنا وا اسكو ريعيسا قارك دو دنبات جيديسا وحنا ادو فهميسن بد بودي ولا والله ما قالت وفرت يزيد اسود وحجيلي ولا والله ما يا الله ان كدارتي ما قالت هو يدي ميسن دين حديث ما كاي شيغيسي فإذا كان عند النداء الأول قام ما يسندهم بود قام مكلدو يتابعه لفظي ويدي هو ينشكت بالربا وثبا وبود شريه يوقع هذا واسكم معنا سيد الجود لكن وكان نحر ديرين صادم أولها اللي هبل دفوي دف بويري وبود يوكلدو انتهي وصوكعي صوكعي عقشيد بكو شريكرا مد سوسيدا ما فأفاض عليه الماء بيوس كشف بجري لأن جناب نومك رك قبل سنة فأفاض وحب تعن جري الماء به عليه دشيس ولا والله ما قالت ما والله ما يسندهم بوري اغتسل أفاض عليه الماء ثم هذا موسى ما يسنده يدين اغتسل أفاض واسكم معنا لكن إريج الله شيء نظر الله إمران سمع مقالتي فحفظها فأدها كما سمعها وحول وأنا أعلم ما تريد هو يدن مركي وثبا إلى ذهي أفاض عليه الماء إلى ذهي وحي أتشي دوان قرنها يابر وثبا نوحي كودا قام أفاض عليه الماء نوحي كودا اغتسل لكن وارد اللي يتبين تبين يابر كوري يتابعه وحاكلوا جراها دي قرائم بوحكوفها من صحابة يتابعين روح الله فريستي قوة الرمى إرقيس وحدا كفها من أياد حالة دي سكفا ميسا حالة الروح مركو كو الرمايو اندي هيسي قاب كو الله يو دارين كو موشن مركو الله يو حبضان بيكو تريان وفهان يكو كرنيا صادرت دوار روحي سوق قاعدو
يروح قوب جوجا لكل ما قصدي واقع على إسكو دارين ماها إسكو فهنا ماها. ومن ثم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وإن لم يكن جنوبا هدوسا جنابا قبين وأذان كبادنا أورد عنا توضأ وضوء الرجل للصلاة ويسو ويسي سنجره ولمذا ويسد ننكو ويسي ستو صلاة دا. ثم صلى الركعتين كيبون تكنجري خفيفتين كابو مركة تكنجري أما ركعتين كيف فجرك. حدثنا أبو نبي شيبة وأبو كريب قال أحدنا يحمل آدم العسقلاني حدثنا عمار ابن رزيق ضبي عن أبي إسحاق السبيعي عمار بوح متابعين يوذات كهريئها زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل هبين كون نبي قلت تكنجر وحيون كتكنجر من بعد الليل أما أول النقطة أما دح النقطة أما آخر النقطة وإنك صومر النبي أول الليل لواته كذي وسط الليل لواته كذي آخر الليل لواته كذي وأنا إيمان دونتا وأقول قدام بيسينا هرابتا إيا قيبتا ضمون النبي صلاة سؤوك أروريي انت ورانا امضوا حوتوسة هاي وترك الناس كوران اللي تكنكروا رحل هبين برطمها اللي تكنكروا صلاة الليل قدال اللي قد تكنكروا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل هبين كحق سوحكت تكنجري حتى يكون آخر أما آخر صلاته الوتر لبضوا على آخره كره آخر إن أضاضي آخر لبضوا مرنا اسم كبار متكدق مرنا خبر كبار متكدق اسم الله حتى يكون آخر صلاته سادس دبيا قدمات كذولا ونقضب الوتر وتر قدام بنشر. وحدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم الحنفي عن أشعث ابن أبي الشعثاء أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبي أبيه أبو الشعثاء واسمه سليم ابن الأسود المحاربي ابن بن صمري عن مسروق ابن عبد الرحمن الأجدع قال سألت عائشة ويدي عروة أبو سلمة تابعين فربضا أسهم يزيد انت سو تابع بحديثك كسو قادني هو يدين عائشة إذا نادي هوشا أقرهم صحابة أتقاني وأكته قال حول سألت عائشة ويدي عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هوشي عبادي النبي محمد بن ويدي مركو قرق التقابينك فقال وحيد لي كان صوبان وحوها يحبك يجعل الدائم عمل كتشوك تدعي ركنك عمل كتشوك تدعي ركنته هوا يرادي النبي قلت شعلا قال وحول قلت حالي أي عفوا أي حين كان يصلي حلي جاب النبي قلت كجري صلاة الليل كيسة فقال الوحيد كان إذا سمع الصارخة قام فصلى كان وحوى إذا سمع منكم النبي مغلو الصارخة ديق رواقة ديق رواقة الصارخ وديق وهي أكتر رواقة باتفاق الفقهاء والمحدثين الصارخ هنا ليس المؤذن كله مجد وحلو كذا ديق مركو يريبان كعب الله قام واستاجر فصلى صلاته سوت كنجر هذا طمن صعمه افرت ما لا صلى ادم وغا ان كو ريسي با لا يابا او سغالكي با لا ادم جري وين وبدني هي صدح لو حو تقنا يدون كدي وحو دمات اسبدلي حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن بشر محمد ابن بشر العبدي عن مسعر بن كدام الهلال عن سعد يعني ابن ابراهيم سعد بن ابراهيم عبد الرحمن عوف الزهري وهي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ادرب له يا مركز سعد أبو سلمة إيوه إبراهيم عبد الرحمن ولا لا سعد بما كادر له نقوني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت وجدين ما ألف رسول الله رسول كله موسى قبن موسى هليل السحر الأعلى هراب طهوري في بيتي قرقي أو عندي إلا نائما أسوق شيفا موي يعني أذان كهوري أما صدح ساعة أما سقال ساعة ما كل الجيران بالنبي قو يديق أهري الدواقه النبي قال سقو شيفة يديق الدواقه في المركز سكيع الجري واسيد أوبض ندواقي دنبوي ما أها أوائل كن نولش سنة بقى ما ألف موسى هليل رسول الله رسولك موسى قمن موسى هليل السحر وهراب طور أنت الجيران وهي سادوا أيضا دلاعين أكتر حتى أن الجيران أذان كورن وأنا أذان كورن دو حلا هذا ما درجتين صلاة دون سور دوين ومكو يرتا يكد من تهاي ساعة دي أبد أما الله بس صعبة في بيتي قرر أو عندي أنا يقت إلا نائما طيب قليل وحليم ما هي وحيو جيدا وقيام كهوري بلابن شري ديق مركو رواقو أيونا بيقو يرسي حن شري
ومرر بضن بنبو انتو صلاة الليل كبضن كيتو كدو ايو سيحان جري انو وطريو مركة صلاة السودة وادو وطر كدبو دقان جري مركة تاسانا صحة وحنا بقو دبو دقا هايو ووطر كيووي وطر كو مركة صحة حديثونا كو عديني وآها وحديث كان قاعد دون فانتهى وطره الى السحر كاسا عدين دون معناها مركة وذا داكو فصيرين ويكال قادين صلاة الليل كبضن يديو iyo wutirki wutirki hayraabtu dhici jiray oo markaas aad soo dhawaata haddatha abu bakr ibn shaybata wa nasr ibn ali al-jahl ibn abi umar al-adani qala abu bakr wa hadathana sumay ibn uyaynata ayn abi an-nadhr salim ibn abi umayyah at-taymi an abi salim abd al-rahman an aisha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rasul kala wuxuu ida salla raq'atay al-fajr labada raq'ad ee salat subax ka horaysa markuu tukado fa in kuntum mustayqida hadan soo jeedo حدثني وإلها ساو جري تنسو جيدو مركان وانا انتو كان ياما قرآن قرسان ايو نبي وإيشي كنجي حق بيسين جرو وقت بيسين جري وإلا هدان انسو جيدين رقعتين كفتر كان اوتو كدو اضجع ويرسحن جري لين عدو كل جري حديث كان مركو حاد دليش قوليها قبا جيبسي اما دين عدو الكاس كهر رينجري صلاة الصبح رقعتين كفتر قداشي دي عجري sunna ma ahe wuxuu ahaa nasiinyo iskala bixin sidii tukmay dhabarka intaas oo saacado taagnaa in la yar kala baxsho maxaa u dayleey dheer waka du sunnayay nabiga caayisha oo ma sheekay inuu iska saaxan laha ama soo jeedo ama in soo jeedin sheega sunnada soo laga ma tagi karo sheega sunnada waajib ma aha in la sameeyo way banaantahay in la iska daayo way banaantahay markay soo jeedana ayadu xaq siin jiray oo u sheekeyn jiray oo diin u sheegi jiray waxa khayr ay kala kulmaysay hadii ka nabigu waa asaxan jiray waxaad nabii Umar isma diidayaan inay sunnata ay raajix idan marka sheega sunnada in dana badan lagu qabsado isma diidahayaat inay sunnana tahay xaqqa naas ku kala bixin isma diidahaya salaada laftirkeeda caafimaad وحدنا من أبي عمر العدن حدنا اسمه عيينة عن زياد بن سعد الخراساني عن ابن أبي عتاب ابن أبي عتاب ومعيش الزيد بالليد هذا زيد بالليد هذا ابن أبي عتاب الشامي الأموي عن أبي سلم عن عائشة عن النبي مثله عشري مثل حديث أبي النضر وحدثنا زيد بن حرب أبو خيثمة النسائي حدثنا جبن عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليم بن مهران عن تميم ابن سلامة السلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل هبينك حقي سوحكت كنجري عفوا كان يصلي من الليل هبينك والنبي وحكت كنجري فإذا أوتر مركو وتر قارو أو وتر كأوضا ميت فإذا أوتر أي فإذا فرغ من الوتر نكو وتريو ووتر كنبي أوضا ميت قال وحبيه ترى مركا قاركود قومي عائشة توصو استاك فأوتري عائشة عائشة وتر لا إمام إذن صلاة الليل كدير أدوغ أد دورك جزقين ليسو وحكوبا هوانك يعرطين هذا كل لفتش بينو اسكد ديسو لكن مركي وتر لقار حوو يوري كادك إيهم ويي توصو وتر كتو كذا رقعتين تو كذا طيب سيداسوي أحمد حنبل ويكشك هو يدا دادي أباه رفع عينه ودي وترك الغوك عن أو صلاة ويلك الغوك عنه حقنا أيوم ما دام يوحبا كديري وحنا فهم هيا هبين كلا بركنا كعيد ما هيا صلاة الله أنا كديري ما هيا وما كهوش سوق بقبوده حو بلقع قصي بالقوله هو يدا يبوري صلاة الليل كنت وترك يتوسس يحلق قبوبها تربية كل إنجر تبي سيد أحمد حنبل أبو عبد الله برف مكو دعاي قبو انتي بيي كو ليساي دي هاد خيلي وترك لا غاري ويسيسو وترك توكو سو ير كدبنا صلاه الفجر بي في اد مساد كاد يجرت كو انه حمد الله هيان دحانت عرتها كو ليد كو رما صلاه عشان تامي وح كاله كادغيسن ما هي الا من رحم ربها شو زيد ما زوي وخ لابس انتي خير الله كدو كدين كلب تكينو غبره حمد دانتان حبا قسلنا وحدثني هارون بن سعيد الايلي ابو جعفر حدثنا ابن وهب بن عبد الله اخبرنا سليم بن بلال التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن الرأي عن القاسم محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي
نبي وحو تكن جري صلاته بالليل صلاته وصلاته بالليل في الليل بتكن جري وهي معترضة يدو قدبان بين يدي نبي هورتي سي عائشة جيبته فإذا بقي الوتر وترك مقود ميه أي قالها واتوسن جري فأوتر يدنا وترك تكن جري. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سمن عيينة عن أبي يعفور أبي يعفور كاسما الأكبر العبدي با مسوانك يرى الكوفي العامري كتاب الإمام والطهار نقص من خلاف كتشرة نو أسوق الرجحة يا جماعة إنه يا أبو يعفور الأكبر العبدي أي الرجحة التابع لا ولا بتابعوي لكن الحافظ الدمياطي يولد خلف الأردن جري الجمع بين صحيح إسكلا وطرف صحيح عف وإسكلاها يا أبو نعيم في مستخرج على صحيح مسلم وحي الرجحة هايان إنه يا أبو يعفور الأصغر بيرجحها يا يعني. أبو يعفور الأصغر نوي هوسته وش يكون رجحه ولا جحوك بدني هاي مت كان إنك يرك عبد الرحمن ابن عبيد من النسطاس العامري بالليل هذا مرك الصواب وأبو يعفور الأصغر العامري وليس الأكبر العبد الكوفي واسمه ابن مسلم واقدوي مسلم باسون صداقبة مسلم حقبة إنه نك ويناية مسلم باقبة نوي باقبة جماعة الكامرت لكن وحلو بدن يهاي كي يراوي لبضوا بوا نمن حفاظوي وثقة تاني هدو كي يراو نغضانا وصبك هدو كويان نغضانا هاي وملب ملب يسوق الاسكود درها تدب ملا وحور واسمه واقد بالليل هذا ولقبه نانيس في سنة وحالي هذا وقدان نانيس تايا مقعانينك اسكالي وابو يعفور الأكبر هداد أصغر كدكتو وعبد الرحمن عبيد من النسطاس العامري قبيلكم يكون الدوينهين يا مقعيدة لقبك عفوا بلدك واسكا قمت وواكوفيا لبضبا وانا تابعيا حقا كن يدنا ووضع ابو يعفور مركا اسكم ميلا واردعان هو لبضا بيس كان ساس حفاظه وقهر دمية حاو حدنا ابو بكر بن شيبة وابو كريب قال حدثنا معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمى سليمان كلاهما لبدا وذادو كي هوري نينكي هوري اهاكما ابو يعفور أعمش كلاهما عن مسلم أبو الضحى نيك الأورنجري مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق رواية ضنبينك إيمان ضنطمان في لي مستطوط ضنبيسة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى قال وحيتري من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرك تاسيه إذا نغشكت من كل الليل هبينك قيبي سكر دوان وردن قد أوتر رسول الله رسولك لواه وتري وترك سواق لي طيب تهوري دحضة ضبيا قضى واقلي لكن حيث فانتهى وتره واقو ودن بيس وترك سوحي كسو قبا قبا وبي إلى الصحر هرابت صلاة الصبح أكتيدة صلاة الصبح مركز سور دو دهي اي وترك اللي امن شري تاسا كو عضينا سمرك هولي هورا إن يهين إن قيبه هورا حلق هورا لوتشي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال أحدنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين واسمه عثمان ابن عاصم الأسدي ابن عاصم الأسدي عن يحيى بن وثاب الأسدي عن مسروق بن عبد الرحمن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل هبينك دمانتي قد أوتر رسول الله رسولك الله وكوتر وترك واقل يبال لوجدة من أول الليل هبينك هرانتيسة وأوسطهم من أوسطه هبينك برتميهيسة وآخر من آخر وكوتر فانتهى وتره وترك سواق الدنب أبطي واق الدنب إلى الصحاري هراب كدوات حلقات صحورتان وقت السحر حلقات صحورته هذا الوقت سيدات عدد صحورته أما سألقى صحورته قاتشا كدري مالك هاس ميال عشي سمسوا صحورته لما قال يقان حلقات لقاذي اللي ودوية صلاة حلقات صنب قتر كسو دوية حدثني علي بن حجم ياس السعدي حدثنا حسان ابن إبراهيم اللعانزي أبو هشام قاضي كرمان قاضي قيدي كرمان هو مقالة قطة الله إيران قطة الوط من زمر عن سعيد من مسروق سعيد مسروق وأبو سفيان الثوري أبيه سفيان ابن سعيد مسروق الثوري أبيه عن سعيد من مسروق الثوري عن أبي الضحى مسلم الصبيح هذا نسمر إنه عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل هبينك دمانتي قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك واقلي فانتهى وتره وترك زواج دم حكوسه قبل قبل وبي
وكبي شبتي إلى آخر الليل هبينك رمات كسي أنت قدام بيسه قدام بيسه رواية ذا وذات كان حسين بن إبراهيم إيقاد كرمانة أي حوق وركوتشرة مسموش سواهولنا نام سوي سيد اللوكر حوق بدن يا أبو ترتيبنا يا سيد الصواب كان نقوى من رجال الشيخين وأن ينثقوا جبل حافظة إلا أنه أنكر عليه حديثا أو حديثان هل حديث ومقع إسدافي هي حديث كلو أكوها من ضعيف وكقاضنا يبالغ إنكره ينقمر حافظة وحديثه إنما أنقف المئة جرى صدرت ذهب وركساء صحة ولو ثقة قال النسائي فيه ليس بالقوي نما النسائي هين أجري ليس بالقوي نمتشر نك أوقفه أبو جعفر العقيل أو التقليدي أحمد يا وحول وفي حديث وهم وهالحديث وحي شيء جاية ولا سليق عن أمر الله طيب حافظ حج وركي سمرك التقريب كأجري وصدوق يخطئ صح ما ولا جو ناقصية صح ما سيدادر تيدي حن معين بالويدي وحول واثقة ليس به بأس بزار بعد واثقة حسين إبراهيم قاضي كرمة واثقة دار قدن بالويدي وحول واثقة ابن عدي وحول هو عندي لا بأس به أخرج له الشيخان مسلم في المتابعات والشواهد وكذلك البخاري في المتابعات والشواهد نسائي وركيس تحقلين ماشا ملا لأنه متعنت رقوا وين حفاظه رجال الشيخين ورجال الحفظ أساطين العلم بإسك الله الله دي صدر ذهب وحوله ولقى النسائي نقد جيسا أبو حاتم وكدر يمرك قاركوذي إلى الله قرع وهكذا جيسا نركوا وحجر حيوه هذه لكن أنك توثيقية هل كاسارو يري من سيف لتا أنك كبد باسون أنك كتجمع طيب والله سبحانه وتعالى أعلم.